كان استثناء أو التشاونج ديال هذه المرة أننا نشتغلوا على موضوع اللي بعيد علينا جغرافيا متعلق بمدينة مرسين، في حين أننا جوج بينا حتى شي واحد فينا ما كاين حتى من هذيك المنطقة، ولكن كان تحدي اللي خصنا ضروري ناخذو. أنا مختار محمد، رئيس التحرير من مملكة الأمن الجمعوني تحول المكان اللي حنا فيه اليوم، ومجال الشغل ديالي كنشتغل مؤثر رياضي بالرياضة المكيفة في موجهة للأشخاص بالعزلة. أنا خاصة أملاح، بديت أصيلة، متخرجة حديثة من كلية الحقوق السياسي في الرباط. المشكل اللي ناقشنا اليوم هو المشكل ديال واد مرتين. هذا الواد اللي كيشكل المشكل الحقيقي للساكنة مرتين، خاصة حي الديزا مرتين، بحيث كيتعتبر هذا الواد على واحد المرتع خطير للنفايات والروائح الكريهة، وكذلك رجع سبب أساسي في انتشار الأمراض المعدية داخل هذا الحي هذا. كان استثناء أو التشاونج ديالنا هذه المرة أننا نشتغلوا على موضوع اللي بعيد علينا جغرافيا متعلق بمدينة مرسين، في حين أننا جوج بينا حتى شي واحد فينا ما كاين حتى من هذيك المنطقة، ولكن كان تحدي اللي خصنا ضروري ناخذو، لأن المنطقة اللي خصنا نهضروا على المشكل اللي كاين فيها اللي هو المشكل ديال الواد. فالصعوبة اللي كانت هو أننا كنا نطرحوا مشكل أن كيفاش ناخذوا التصريحات مع السكان، وكيفاش نتيقنوا من المعلومات اللي غنطرحوها في البرنامج. فبالتالي ربطنا الاتصال مع بعض الاصدقاء اللي كانوا في مرتين، واللي فادونا بمجموعه من المعطيات والمعلومات اللي حاولنا نخرج الجميع ديالها، وكذلك توصلنا مجموعه من التصريحات ديال الساكنه اللي كيعاني من المشكل. اضافه لداكشي اللي قال محمد، اشتغلنا على الريبورتاج، على السكريبت، وعلى التصريحات ديال الساكنه، والتواصل كذلك مع الضيف، وعده الاسئله اللي جاوبنا عليها في الحلقه اليوم. داز كون في جو مارح، كنا ضاحكين عاشقين، جوزنا النهار مزيان واخا طولنا فيه بزاف، حيت بدينا مع 10 الصباح، دابا 6 ديال العشيه وحنا باقيين كاينين في الاستوديو. ولكن هذا ماشي اشكال، باش كنتم لاحظتوا وكنتم مع الاصدقاء كيبان لكم النهار داز دغيا، ونتمنى مره اخرى ما ندوزوش هذا الوقت كامل، ولكن على العموم داز النهار مزيان وفيه بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال التجارب اللي كانت جديده. الميساج للمتابعين ديال المناظره وبدات الامور تهنا، شكرا على المتابعه ديالكم، على لي كومونتير ديالكم. احنا كنحاولوا اننا نكونوا صوت، بالضبط صوت من لا صوت له، اننا نوصلوا الاصوات ديال الناس اللي يمكن ما كيوصلوش الاصوات ديالهم لانهم بعادين. حنا كنحاولوا اننا نكونوا بين قوسين هذاك الاعلام ديال القرب، نهضروا على المشاكل ديالهم اللي تبدو يمكن تافهه بالنسبه لشي وحدين اخرين، ولكن هما هذوك المشاكل عندهم واحد لامباكت على الحياه ديالهم. بالتالي نتمنى دائما نكون عند حسن الظن، ونكون قادرين على نوصلوا مشاكل تكون الجهات المعنيه والجهات المسؤوله، باش انه تلقى لها حل في القريب العاجل، ونكونوا كذلك نحن سبب في الوصول الى حلول ممكنه ومعقوله. شكرا حيت كتسمعونا، وشكرا حيت كتشجعونا، وكنتمنوا مزيد من التشجيع. تابعونا برنامج أمور تهمنا في المغرب.